السلام عليكم دكتور، إن شاء الله راح أبلش بالبارت الثاني. أبدأ بعمل دائرتين لا تعيين، أبدأ بتحديد أبعاد الدائرة الأولى اللي هي قطرها 200، والدائرة الثانية اللي هي 56. وأعمل على اكسترود بمقدار 25 وأقول له أوكي. الآن أختار النورمال، أعمل على سنتر لاين أو أعمل على دائرة أيضا بمقدار 75، حدد بعدها اللي هو 75. بمقدار العفو 150. الآن أعمل على سنتر لاين وأحدد مكان الثقوب عن طريق اللينير سيركولر، اختار المحور وأحدد 3 ثقوب وأقول له أوكي. والآن عن طريق الهول اختار ثقب الام مالتي 20 في 1.5، واحدد ثرو اول، وعن طريق البوزيشن 3D سكيج احدد مناطق تم تحديدها فأقول له أوكي. أيضا تم عمل بارت 3 عمل بارت 3. اوكي، شكرا.